من فضلك لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، فذلك يدعمنا كثيرا. الحياة ليست سهلة على الإطلاق، ولا يوجد ما يكفي من الوقت للقضاء على الفوضى التي ننتجها أثناء استخدامنا للأشياء من حولنا. في هذا الفيديو نقدم لك 7 أشياء بسيطة وسهلة لترتيب أمور حياتك. في المركز 7، التمييز بين مفاتيحك. من منا لا يواجه مشكلة الخلط بين المفاتيح، وكثيرا ما يختلط عليك الأمر بالنسبة للمفاتيح. حسنا، إليك الحل. بإمكانك عدم خلط المفاتيح الخاصة بك عن طريق طلاء كل منهم بلون مختلف كما تشاهد. في المركز 6، حامل الأسلاك. أليس من المزعج ترك أسلاك هاتفك أرضا؟ بإمكانك التوقف الآن عن هذا واستخدام مشابك الأوراق لتستطيع من خلالها تجميع أسلاكك المختلفة في أي مكان. في المركز 5، شعرا أكثر سمكا. من السهل جدا إظهار شعرك وكأنه كثيف، فكل ما عليك فعله هو استخدام ظلال العيون لنفس لون شعرك ووضعه على الجزء الذي تريدينه كثيفا، وستري نتائج مدهشة وسيبدو حقيقيا جدا. في المركز 4، غطاء زجاجة الكاتشب. للتخلص من الأتربة المتواجدة في لوحة المفاتيح أو الهاتف، عليك استخدام غطاء زجاجة الكاتشب، حيث تمكننا من الوصول إلى مساحات ضيقة جدا. في المركز 3، تنظيف مصابيح السيارة. يمكنك تنظيف المصابيح الأمامية للسيارة عن طريق معجون الأسنان. في المركز 2، استخدام شريط مطاطي عند الدهان. بوضع شريط مطاطي حول علبة الطلاء التي تستخدمها، يمكنك مسح بقايا الفرشاة وإبقاء الطلاء داخل العلبة والحفاظ على المكان نظيفا بالخارج. في المركز 1، منع الصدأ. بعد مدة قصيرة نجد أدواتنا الخاصة المصنوعة من المعدن أصابها الصدأ، وسرعان ما تتآكل الطبقة الخارجية، لكن أصبح بإمكاننا استخدام طلاء الأظافر على الدوام لمنع الصدأ. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، واشترك بقناتنا ليصلك كل جديد.